عليكم، اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، اموركم مزيان؟ اليوم ان شاء الله اول حاجه بعدا مرحبا بكم عندي في لاشين، مرحبا بالناس الجداد اللي يلاه كيشوفوني. انا فاطمه زهره، كندير الوصفات الطبيعيه. مرحبا بكم، تابوناو دابا، فعلوا لي الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. اي حاجه غادي نحطها غتوصلكم نتوما الوالا. المهم اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد التبريمه زوينه بزاف بزاف، تبريمه ما غاديش نقول انا كتصفي الوجه ولا كتوحد اللون ولا كتحيد التصبغات ولا هاد التبريمه خاصه بالبتور اولا بدوك الحبوب اللي كيكونوا في الوجه اولا بدوك البقع ديال الحبوب اللي كيبقاو في الوجه. يعني بنت كيكون عندها حب شباب ولا حبوب ولا مهم الحبوب بصفه عامه، فهاد التبريمه كتصلح لهاد المشكل هذا وكتصلح البقايا ديال الحبوب اللي كيبقاو لك في وجهك، يعني دوك البقع اللي كيبقاو لك في وجهك لي ناتجة على داك الحبوب اللي كان فك. تبريمه زوينه بزاف، خصك غير تبعيها وتطبقيها وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله فيها. كذلك غادي نبارطاجي معاك شي امور اللي غادي تبقاي ديريهم، شي نصائح هكا بحال نقولوا كمكملات لهاد التبريمه هادي باش النتيجه ان شاء الله تكون مزيانه. مي قبل غادي نبارطاجي مع البنات واحد لي برودوي لي زوينين بزاف، خصوصا البنات اللي سولوني مؤخرا على العضله النائمه. الناس عندهم مشكل او البنات بصفه عامه عندهم مشكل يعني ديال العضله النائمه، فجبت لكم البنات الغزالات الوصفه اللي درت انا وفريمون ماشي هي وصفه مي منتوجات اللي انا استعملتهم واصلا بارطاجيتهم، مي غادي نعاود نبارطاجيهم حيت مني كنلقى راحتي على واحد الحاجه كنبغي نبارطاجيها واخا نبارطاجيها 70000 مره، فهمتوا؟ فانا شفت في التعليق ان كاينين شي بنات كيسولوا على هذا المشكل ديال العضله النائمه ورقاقات وعندهم مشكل ديال الضعف، فنصحكم البنات بهذا الشيء انا اللي درت، هاد لي سيبو هادو، هاد الكريم هذا، وهاد اللحسه هادي، وانا بارطاجيتهم شحال من مره، مي كيما قلت لكم نعاود نبارطاجيهم حيتاش عندهم واحد المفعول اللي قوي. وانا البنات كيبقاو فيا يعني كملي كتدخل البنت تقول لك عندي مشكله فاطمه زهره كذا، يعني هي ما شافتش داك الفيديو اللي انا حطيت، فما كاين باس انني ما كاين مشكل انني ما كاين مشكل ما فيها باس انني نعاود نبارطاجي هاد الكريمه. البنات كدهنيه في المناطق الانثويه وفي العضله النائمه يعني بالخصوص، لان هذيك العضله النائمه يعني مشكل بحال نقول واحد البلاصه اللي قاصحه ما كتبغيش تخرج، فهمتي؟ فحاولوا ما امكن البنات الا خديتوا هذا الكريم هذا ديروه في هذيك العضله النائمه وديروا الحركه ديال السكوات، راه معروفه الحركه ديال السكوات راه معروفه، ديريها في يوتيوب غادي يبينوها لك، راه ساهله ومعروفه واصلا كتخرج اولا كتبرز لك المؤخره وكتبرز لك الارداف السكوات. فهاد الكريم كنصحكم به كنديرو انا بطبيعه الحال، هادشي انا بارطاجيته وما فيها بس نعاود نبارطاجي هاد الكريم. كدهنيه في اي منطقه عندك في الجسد ديالك حتى الوجه ديالك الا بغيتي تزيدي من الحجم ديالو، راها يعني فعاله فعاله مليون في المية. كذلك اللحسه الصحراويه اللي كنصح بها العيالات وكنصحكم بها البنات بالخصوص، راها زوينه بزاف ومقويه، يعني واحد بحال نقولوا مكمل غذائي. وكذلك كنصح بها العيالات اللي عندهم وليداتهم ما كياكلوش اليوم والشهيه مسدوده عندهم، كنصحكم بهاد اللحسه. بالنسبه للي سيبو ما غاديش نقول دير عطيها لبنتك صغيره ديرها، لا، هاد لي سيبو كديريها يعني كنتي قدي ولا كبر مني بطبيعه الحال. لي سيبو زوينين، جربتهم بقاوي شي خمسه بحال هكاك، مهم زوينين البنات. مهم هاد لاغام هادي ديال هاد المشكل ديال النحافه من عند بوش بيو، غادي تلقاو النمره، ها هي النمره، وغادي تلقاوها حتى في صندوق الوصف، وغادي تلقاو حتى الانستغرام الا بغيتو تاخذوهم، قولوا ليهم جيتو من عندي باش يتفاهموا معكم في التعامل اختي، وي المهم راكم عارفين. المهم دابا نتمنى من الله ان تكونوا استفدتوا معايا البنات اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الضعف وعندهم مشكل ديال العضله النائمه، ديروا هذا الشيء وتبعوه، ماشي غديريه مره واحده وصافي، لا، تبعيه وتبعي داكشي اللي غادي تقول لك الاخت غزلان. بطبيعه الحال عندها درايه بهذا الشيء هذا وكتفهم، كيف ما فهماتني راه غادا تفهمك وان شاء الله يكون خير. دابا نشوفوا المكونات ديال الوصفه ونعاودوا نرجعوا. الغزالات ديالي بالنسبه لهاد التبريمه راه كتصلح للناس اللي عندهم الحبوب،
اولا عندهم يعني حب شباب في لابو ديالهم، اولا عندهم البقع ديال الحبوب. يعني غادي نركز على هذا الموضوع ديال الحبوب لانه كيعانيو منه بزاف ديال البنات، اكثريه الناس اللي عندهم بشره دهنيه. فعفاكم تبعوا معايا شنو غادي نقول لكم في هاد لا فيديو هادي. فهنايا عندي البيض، ولكن ماشي البيض العادي البنات، ركزوا معايا مزيان، ماشي البيض العادي، هذا البيض البلدي، هذا بيض بلدي. فرقت الصفار على البياض لانني غادي نستعمل نوع واحد من هادو، سواء الصفار او البياض، المهم تي كتستعملي البيض على حساب نوعيه البشره ديالك، واش دهنيه او لا جافه. وعندي هنايا الحمص وعندي الحلبه. هاد الوصفه راها خطيره البنات في ازاله حب شباب وفي ازاله البقع اللي ناتجه على حب شباب او الحبوب بصفه عام. فمثلا انا غادي نستعمل البياض ديال البيض، غادي ناخذ واحد المعلقه ديال الحمص، ما تكونش عامره، انا ما فيهاش الحبوب مي غادي نطبقها قدامكم ما كاينش مشكل. وغادي ندير الحلبه حتى هي ما تكونش مقبعه، هكا معلقه تكون بحال هكا. وممكن هاد الوصفه تخبعيها يعني في الثلاجه، يعني هاد لا كونتيتي راها كافيه. وغادي نستعمل الابيض ديال البيض، ولكن غادي نخفقوه هو الاول حتى نحصلوا على واحد الرغوه، عاد غادي نستعملو. كديري البيض على حسب نوعيه البشره ديالك. كما كتشوفوا انا غادي نخفقوه ورجع. المهم بنات ها هو انا طربتو شي شويه، كي تولي فيه هاد الرغيوه هادي كما كتشوفوا صافي، وغادي نخلط به يعني الوصفه ديالي. كنخلط مزيان، حاولوا انكم تخلطوا مزيان مزيان. هانتوما صافي، وغادي نطبق هاد التبريمه على لابو ديالي، وهي تكون نظيفه ضروري، يعني الوجه ديالكم يكون مغسول مزيان. كتحصلوا على واحد الرغوه اللي بهذا الشكل هذا. اهم حاجه خلطوا مزيان، راه الخليط الا يعني الا خديتي البيض البيض وطربتيه كيف ما درت انا وخلطتي به الوصفه، ماشي هي في حال الا ما طربتيهش، الوصفه كتكون مختلفه. هانتوما راه كتكون بحال الرغوه. صافي وغادي نطبقوا ان شاء الله. جاتني هاد الوصفه دايره بحال الماكارون، والله العظيم كنت كنصاوب لي ماكارون هكا، يعني القوام ديالهم كيكون. المهم غادي ندوزوا للتطبيق، ونتمنى ان هاد لا فيديو يعجبكم. ديالي انا رجعت معاكم، كما كتشوفوا الوصفه ديالي راه كيفاش غادي نقولها لكم، كتجمع يعني بحال كنقولوا كتعقد، فهمتي؟ فكتاخذوها البنات وكديروها على الوجه ديالكم، وحاولوا ما امكن تماصيو. يعني مثلا عندك هنايا داك المشكل ديال الحبوب، اولا عندك داك المشكل ديال البتور، حاولي تماصي وما تخافيش من الحلبه، بالعكس حاجه زوينه كتصفي لينا الوجه، الحلبه واعره بزاف. فالمهم غادي ندير واحد الطبقه، انا غادي نديرها وكملوا معايا الفيديو. هي التبريمه ديالي نشفات كما كتشوفوا، انا عارفاكم غادي تسولوني وتقولوا لي شحال نخليوها في وجهنا، كتخليها حتى كتنشف، ماشي تكرم غير تنشف، تنشف البنات، كاين فرق بين انها تنشف وتكرم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه خصك تتبعيها واحد شهرين، وكديريها جوج المرات حتى لثلاثه في السيمانه، هذه مختلفه على التبريمات كاملين اللي حطيت. هذه كديريها جوج حتى لثلاثه المرات في السيمانه يكونوا
مفارقين، ديرها اليوم غدا لا، بعدو اه موراها لا، فهمتو كيفاش؟ المدة ديال الشهرين يعني حتى كيصفى الكوجاك من دوك البوتورو، يعني كتاخد وقت، لان توحيد لون البشرة او تفتيح لون البشرة ماشي هو ازالة البقع اللي كتكون في الوجه او ازالة اثر الحبوب، كياخد وقت هو. المهم دابا انا غادي نقوميها ونتلاقاو ان شاء الله. رجعت معكم بعد ما غسلت وجهي، عرفتي البنات الوجه كيفاش كيتجبد، وديجا البيض مفيد بزاف للبشره، يعني سواء البشره الدهنيه او البشره الجافه مفيد بزاف، وكيحيد لينا التجاعيد وكيجبد لينا لابو ديالنا. شوفوا الضو كيفاش ضارب ليا في نيفي، خصني دابا نوض غير ندير مرطب الوجه سواء سيروم او لا كريم. صافي جربوا البنات وتبعوا، انا كنبقى نجرب على وجهي واخا ما فيها الحبوب لا والو، غير باش تكون المصداقيه وما تقولوش بلي هذه راه عيك تتخلط في الوصفات وتحط لا، هادشي حتى كنبحث عليه عاد كنحطو لكم، ما نجيبش لكم شي حاجه اللي تاديكم، مي نتوما خصكم تعاونوا بحال دابا البنات اللي عندهم الحبوب وعندهم يعني مشاكل في البشره ديالهم وعندهم مشاكل يعني بحال هادشي هذا، خصوصا البنات اللي عندهم بشره دهنيه، عاونوا بالماكله البنات، ما تاكلوش الدهنيات، هذا الشيء اللي بغيت نركز عليه، يعني عاوني الوصفه بانك ما تاكليش الدهنيات، حاولي ديري واحد الحميه غذائيه لراسك، يعني ماشي غير شفتي شيبس ولا شفتي بطاطا مقليه ولا بوكاديوسات ولا داك الشيء المقلي وتبقاي تدخلي بعشرة وتخرجي بخمسة، ولا تدخلي بخمسة وتخرجي بعشرة، لا كلي شي حاجه اللي مفيده، وركزي ليا بزاف على الخضروات باش هكا يعني لابو ديالك كتستافد من هذاك الفوائد اللي كتكون في الخضروات، وكذلك الوصفه راه مفيده بزاف. تهلاو بزاف في ريوسكم، وغادي نجيب لكم الجديد بطبيعه الحال، ما تنساوش بلي كنبغيكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، كنبغيكم، السلام عليكم.